السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. الشرح مالتنا اليوم مثل ما تشوفون تغيير ادمن الراوتر، يعني الدخول مال الراوتر، لان اغلب المتابعين قاعد يطلبون هذا الشيء، شلون نغير الادمن مال الراوتر، لان يقول مثلا اكثر من واحد قاعد يدخلون للراوتر، او من يفعلون برنامج تيثر يقول اكو غير اشخاص يطبون على تيثر يسوون حظر بكيفهم. فاليوم راح اعلمكم شلون تغيرون الادمن مال الراوتر. شوف، اذا من البرنامج مال تيثر، هاي تجي مكتوب جوا الادوات، تطب عليها على النظام، مكتوب ادارة كلمة المرور. دائما الراوترات الجديدة اللي قاعد تجي تيب لينك مو مثل قبل، خانتين ادمن. هسه الجديد اول ما تطب على الراوتر او بعد ما تسوي له ضبط مصنع يطلب منك خانتين، بس يقول لك قبل رمز جديد، يعني حتى ادمن ما يقبل، لازم يعني ادمن مثل واحد او ادمن واحد اثنين تكررهن مرتين يصير خانة واحدة بس الدخول. هسه يقول لي ادخل كلمة المرور حاليا، مثل انا بخليها ادمن واحد اثنين. شوف لما ندوس تم يقول لي كلمة مرور جديدة وتأكيد كلمة المرور، يعني اكتبها وارجع اكدها. هذا عن طريق البرنامج. اذا عن طريق المتصفح، شوف نيجي ندخل للراوتر ادمن واحد اثنين. شوف هاي الواجهة مال الراوتر، تيجي جوا اخر شي مكتوب System Tools، تيجي مكتوب ادمن ستريشن، هاي جوا ريبوت، هاي دوس عليها، انتظر شوي على ما يفتح. شوف هاي الفوق يقول لك اولد باسورد، يعني الباسورد القديم مثل ما طلب مني بالبرنامج، مثل اكتب ادمن واحد اثنين. شوف هنا نيو باسورد، هنا كونفيرم نيو باسورد، يعني اكتب الباسورد الجديد وارجع اكد. شوف هسه اذا اكتب ادمن ما يقبل، شوف ادمن، شوف شو يقول لي، يقول لازم اقل شيء 6 حرف او 6 يعني ارقام او احرف. شوف شو يقول لي هسه، بس خلي وياها واحد قبل كمل صحات وارجع اكررها نفسها جوا. شوف هسه مثلا اكتب ادمن واحد قبل طلع لي السيف، دوس سيف قبل راح يطلعني على واجهة الراوتر، يعني خروج ادمن واحد، دوس لوجن، هاي افتحي من الراوتر. هاي هي طريقة تغيير الادمن مال الراوتر. طبعا الراوترات تيب لينك حاليا وراوترات تيندو والباقات نفس الصيغة، بس الاغلبية يستخدمون راوترات تيب لينك، فاني سويت الشرح على تيب لينك. واللي ما يعرف او تصعب عليه الشغلة خلي راسلني ماسنجر واتساب انستغرام، على يدز السكرينات وعلمه شلون يغير الدخول. طبعا اغلب اللي قاعد يجون ياخذ المعلومة ويطلع بدون اشتراك بالقناة، يعني اشترك القناة بيها معلومات، شوف القناة بيها الفيديوهات الموجودة بالقناة كلها مرتبط شي بشي. يعني شلون؟ يعني مثلا مرات لما يقول لك برنامج تيثر سويه والادمن مقير، شنو اسوي؟ اقول لك رست الراوتر، يقول لي شلون؟ ما اعرف، هو موجود بالقناة شلون ترست الراوتر. فيعني اكو فيديوهات بالقناة شي مرتبط بشي، يعني مثلا تغيير كلمة السر مال الراوتر مو من البرنامج تيثر، من المتصفح، اخفاء الشبكة، يعني اكو شغلات. وش تريدون شرح انزل لكم، اطلبوا بالتعليقات حتى انزل لكم عليه شرح. وتحياتي للجميع.